حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم ضمن هذه النافذه الاعلاميه التواصليه عبر موقع حزب العداله والتنميه التي نسعى من خلالها التواصل معكم في بث حي ومباشر لاول مره في موقع حزبي بالمغرب، لننقل اليكم اجواء وفعاليات الجلسه الافتتاحيه لاشغال المجلس الوطني المنعقد هنا بالمركب الوطني للرياضات مولاي رشيد بمدينه سلا. سنحاول مشاهدينا الكرام عبر هذه النافذه التواصليه استضافه مجموعه من القيادات والفعاليات الحزبيه لنناقش واياهم اهم المستجدات المرتبطه بمجال اشتغالهم. ونبدا مع السيد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لنناقش وإياه حول رهانة هذا النشاط. سيد العثماني يلتحق بنا، مرحبا سيد العثماني. مرحبا، أهلا وسهلا. إذا أردنا أن نطرح سؤال حول الرهانات المرتبطة بانعقاد المجلس الوطني. أولا، هذه دورة عادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ودورة عادية تناقش عمل الحزب في المرحلة الماضية السنة الماضية، وبالتالي سيكون هناك تقييم لعمل الحزب. والسنة الماضية كانت سنة حافلة بعدد من الأحداث السياسية ومن الاستحقاقات، وخصوصا انتخاب مجالس أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات، وبالتالي سيكون هناك تقييم لهذه الانتخابات ولنتائج الحزب فيها، وبالتالي هذا الجزء الأول والرهان الأول. لكن أيضا سيناقش هذا المجلس برنامج الحزب في السنة المقبلة سنة 2016، و2016 نعرف بأنها سنة انتخابية أيضا، وأنها ستشهد انتخابات التشريعية الجديدة، وبالتالي فالمجلس سيناقش استعداد الحزب لهذه الانتخابات من حيث العموم، لكن التفاصيل ستخضع لعدد برنامج خاص. وبالتالي فهذه الدورة مهمة لأنها تناقش استحقاقات سابقة تقيمها، واستحقاقات تالية مهمة بالنسبة للوطن بطبيعة الحال بالنسبة لبلادنا، ولكن أيضا مهمة بالنسبة للحزب، وسنقوم بمقاربتها في هذه الدورة بالخصوص على المستوى السياسي. لا شك أن هناك عدد من الأحداث الأخرى اللي كتهم الحزب الذي يسير الحكومة والذي اليوم يسير عدد من المدن الكبرى وعنده رئاسة ديال 200 جماعة، فهذه كلها رهانة مهمة، هذه مسؤولية بالنسبة للحزب، هذه مسؤولية، ولا شك أننا لابد أن يكون هناك استعداد للوفاء بهذه المسؤولية، للوفاء بثقة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في الحزب. هذه الثقة تحتاج الاعتراف كامل والتقدير كامل والوفاء بالتزاماتها، وهذا ما سيحاول الحزب القيام به في المرحله المقبله ان شاء الله. نعم سي سعد العثماني رئيس المجلس الوطني، شكرا لك على كل التوضيحات. شكرا فيك. اذا المشاهدين، هي رهانات كبرى في سنه حاسمه ومهمه. سيلتحق بنا بعد لحظات السيد بن عبد الصادق رئيس لجنه الانظمه والمساطر، لكن قبل ذلك نترككم مع هذه الاجواء كواليس ديال التحاق اعضاء المجلس الوطني. اذا مشاهدينا الكرام، نواصل لكم هذه النافذه التواصليه الاعلاميه لنناقش مع فعاليات وقيادات حزب العداله والتنميه اهم المستجدات المرتبطه بمجال اشتغالهم. اللحظه مشاهدينا سيلتحق بنا السيد ادريس الازمي الوزير المكلف بالميزانيه، وبعده سنناقش مع السيد بن عبد الصادق. السيد ادريس الازمي، مرحبا بك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. اذا سيد الازمي، انتم حضرتم اليوم في المجلس الوطني برهانات كبرى وتحديات، انتم تدبرون وزاره من بين الوزارات المهمه في المغرب، وقد صدقت مؤخرا على مجموعه من القوانين، مشاريع القوانين حول التقاعد، ماذا يمكن ان نقول حول مستجدات هذه القوانين؟ هو اولا فيما يتعلق بالتقاعد، هناك مستجدات مهمه بحيث ان الحكومه اعتمدت بعد مسار كبير من المشاورات وبعد الاخذ بعين الاعتبار مجموعة من الآراء ديال يعني الشركاء الاجتماعيين ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ديال المجلس الأعلى للحسابات، تم اعتماد إصلاح بمنظور جديد لا علاقة له بالإصلاح الذي كان مطروح أول مرة. هذا الإصلاح بمنظور جديد، إصلاح شامل، بحيث أنه في نفس الوقت يعالج الاختلالات العميقة والإفلاس الذي كان يهدد الصندوق المغربي للتقاعد، واللي هو بالمناسبة يهدد أكثر من 400 ألف أسرة في سنة 2022، ولكن الحمد لله دابا بعد اعتماد الإصلاح الأمر يعني أصبح شيئا آخر. إذا هذا الإصلاح الشامل يعالج الاختلالات العميقة ديال الصندوق المغربي للتقاعد، ولكن في نفس الوقت جاء بمنظور جديد بحيث أنه اعتمد التدرج في التنزيل ديال الإصلاح،
في الوقت اللي كنا تنتكلموا في السابق ان المساهمات غادي تكون مره واحده، الان اصبحت على 4 ديال السنوات. في الوقت اللي كنا تنقولوا غادي نحتمدوا الاجر المتوسط ديال 8 سنوات تيتعتمد على 4 ديال المرات، سنتين ثم 4 سنوات ثم 6 سنوات ثم 8 سنوات. كذلك السن في الوقت اللي كان الاصلاح الاول يطرح 65 سنه، الان تطرح 63 سنة، ولكن سنة بعد سنة بعد سنة. إذن السنة غدزت السنة الأولى فاتحين 2017، السنة الثانية في 2018، والسنة الثالثة في 2019، وبعد ذلك سيكون تقييم عام للوضع. المسألة الأخرى هو جديد هذا الإصلاح كون أنه إصلاح عادل، لأنه بالإضافة تيعتق هذا الصندوق وتيعتق 400 ألف أسرة، في نفس الوقت تيعالج الإشكال ديال الناس اللي هما كاينين لتحت، بحيث أن الحد الأدنى للمعاش غادي يمر من 1000 درهم ل 1500 درهم بطبيعة الحال بالتدرج، ب 1200 درهم النهار الأول، 1350 ثم 1500. غير هذا الإجراء لوحده يهم أكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة، اللي كانوا عندهم الحد الأدنى أقل من 1000 درهم، 1000 درهم غادي يصبح 1500 درهم. وهو كذلك إصلاح بمنهجية جديدة بحيث يعالج الاختلال الحقيقي ديال الأنظمة ديال التقاعد في المغرب، كونها لا تمس إلا 35% من المواطنين. الآن الإصلاح بالإضافة للصندوق المغربي للتقاعد جاب إصلاح جديد اللي غادي يشمل الغير الأجراء، غادي يشمل المستقلين، غادي يشمل المهنيين بطبيعة الحال تدريجيا. هاد الفئة هذه تقريبا 3 ملايين ديال المواطنين اللي غادي يدخلوا في النظام ديال التغطية الصحية وفي النظام ديال التقاعد، وبالتالي هذا الإصلاح هو شامل، تعالج الاختلالات ديال الصندوق المغربي للتقاعد، ولكن كذلك تعالج الاختلال العميق ديال التغطية الصحية بالمغرب وديال التغطية الاجتماعية. إصلاح عادل لأنه 60 ألف ديال المواطنين كانوا في 1000 درهم غيصبحوا تدريجيا في 1500 درهم، وإصلاح اللي هو تحملت فيه الدولة كذلك المسؤولية. ما يمكنش نقولوا غادي يكون فيه غير الزيادة في المساهمات ولا النقص في التقاعد ولا الزيادة في السن، وهذا لا بد من هذا الأمر في الإصلاح، ولكن كذلك الدولة في الخمس سنوات الأولى من الإصلاح الميزانية العامة ستتحمل 41 مليار ديال الدرهم، 8 ديال المليار كل سنة، وبالتالي هذا الإصلاح مرة أخرى هو لحظة يعني معالجة حقيقية يعني لواحد الموضوع اللي هو موضوع يهم شرائح عديدة من المجتمع بطريقة جديدة بطريقة تشاركية. هذا الإصلاح عرف من الاجتماعات ما لم يعرفوا أي موضوع منذ 2003، وهذا الموضوع يتدحرج اليوم بفضل هذه المشاورات، بفضل الآراء اللي اعطتها مجموعة من المؤسسات. اليوم نحن أمام إصلاح حقيقي اللي هو تيعتق الصندوق المغربي للتقاعد، تيعالج الاختلالات ديال الصندوق، ولكن تيوسع التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية. نعم، شكرا لك أستاذ إدريس الأزامي على كل التوضيحات. شكرا، بارك الله فيك. إذن هي تحديات ورهانات فيما يخص هذه المشاريع القوانين المرتبطة بالتقاعد. يلتحق بنا اللحظة أستاذ سليمان العمراني، لأنه عضو الأمانة العامة ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، لنناقش وياه أهم المستجدات السياسية والإدارية المرتبطة بحزب العدالة والتنمية. مرحبا بسي سليمان العمراني. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك. اذا اردنا ان نناقش المستجدات السياسية والإدارية المرتبطة بحزب العدالة والتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤكد أن انعقاد المجلس الوطني اليوم يأتي في سياق عادي واستثنائي في نفس الوقت. عادي لأنه استحقاق مؤسساتي ينعقد مرة في السنة. طبعا هذه المرة كما في المرة السابقة يتوج مسار انطلق بانعقاد المجالس الجهوية للحزب بعد انتخابات الجماعية ل 14 سبتمبر 2015. هذه المجالس الجهوية التي تدارست أداء الحزب على المستوى المجالي وقيمته ورتبت الأطر على التقييم، وهذا المجلس الوطني اللي هو برلمان الحزب على المستوى الوطني سوف ينظر في أداء الحزب لهذه السنة وينظر في برنامج السنة الجارية وميزانية الحزب لهذه السنة. لكن أيضا هو استثنائي لأنه هي دورة تستشرف المؤتمر الوطني التامل للحزب المرتقب أن ينعقد هذه السنة إن شاء الله. بهذه الزفة هو عادي واستثنائي، لكن أيضا سياسي بامتياز، لأنه ينعقد في ظرف وفي سياق يتميز بأن بلادنا خاضت انتخابات جماعية في 14 سبتمبر كانت لها التألق والتميز الذي أعطى لبلادنا النجاح في الباهر في المستوى الأول، ثم في المستوى الثاني نجاح الحكومة التي دبرت انتخابات، وكذلك نجاح حزب العدالة والتنمية الذي يعني أخذ ثقة كبيرة للشعب المغربي من خلال الأصوات والمقاعد. اليوم حزب العدالة والتنمية
يتوجه إلى المؤتمر الوطني انطلاقا من تحديات المرحلة الجديدة التي رتبت علينا مسؤولية بعد 14 تنبير. حزب عدالة والتنمية اليوم أصبحت مكانته أكثر من مكانته التي كانت سابقة. في ذلك اليوم نحن مساءلون كيف يمكن أن نرتقي بحزب عدالة والتنمية بأدائه لكي يكون أكثر في مستوى انتظار الشعب المغربي، وفي مستوى أن يكون حزبا يأخذ مصلحة الدولة ومصلحة المجتمع. في ذلك في تقديري هناك ثلاثة أوراش أساسية. الورش الأول هو ورش تدبير العام المحلي تأهيله من خلال المؤسسة الجديدة التي أقامتها الأمل العامة لحزب عدالة والتنمية بعد انتخابات مباشرة. هذه المؤسسة التي يتولى رئاسة المجلس الإداري الأخ الأمين العام أستاذ عبد الله بن كيران، وينوب عنه الأستاذ دريس آزامي، ويتولى كتابة العامة الأخ سعيد خيرون. هذه المؤسسة سوف تشرف على تتبع عمل منتخبين 5000 مستوى الوطني من حيث التأهيل والتكوين والتوجيه والزيارات الميدانية والتتبع وتقديم الاستشارة إلى غير ذلك. الورش الثاني هو تأهيل عمل حزبي على مستوى تعزيز التماسك الداخلي أكثر والصفوف الداخلية، على مستوى تأهيل اشتغال الحزب وتدبير مستوى رقمنة الحزب ويعني تعزيز وظيفة التكوين وغيرها من الوظائف. ثم المستوى الثالث تعزيز حضور الحزب أكثر على مستوى الميداني من خلال وظيفة التأطير والتواصل والعلاقة مع المواطنين وخدمة قضاياهم. في تقديري أن حزب عدالة والتنمية اليوم في هذه الأوراش الأساسية الثلاثة ينتظرها عمل مهم جدا، لكن أقول أننا في حزب عدالة والتنمية مدعوون أن نقف وقفة استشرافا للمؤتمر الوطني لكي نجيب عن السؤال كيف، ما هي الأدوات التي يجب أن نعبئها لكي يكون حزبنا إن شاء الله أكثر قدرة وأكثر أداء لكي يكون حزبا يعني يستجيب الانتظارات ما بعد 14 تنبير إن شاء الله. سليمان العامري شكرا لكم على كل التوضيحات. شكرا. إذن هذه هي الرهانات المرتبطة بالشأن العام السياسي لحزب عدالة والتنمية. نترككم بعد الكواليس ويلتحق بنا السيد نبيل الشيخي. إذن مشاهدينا الكرام نواصل معكم عبر هذه النافذة التواصلية من موقع حزب العدالة والتنمية التي نناقش بها من خلالها مع مجموعة من الفعاليات والقيادة الحزبية اللحظة. نستضيف نبيل الشيخي رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين نناقش وإياه أهم المستجدات. سي نبيل الشيخي مرحبا بك. مرحبا. إذن المستجدات المرتبطة بفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين. إذن أول في البداية أريد أن أؤكد بأنه بحكم النتائج ديال الانتخابات ديال 14 تنبير والانتخابات ديال المجلس المستشاري التي تلتها، حزب العدالة والتنمية لأول مرة استطاع أن يلج هذه المؤسسة ديال الغرفة الثانية، وهذا سيمكنه إن شاء الله من تطوير ديال العمل ديال المؤسسة التشريعية في تكامل إن شاء الله مع الأداء ديال الفريق ديالنا في الغرفة الأولى. أود التأكيد بأنه بالنسبة للفريق ديال العدالة والتنمية على مستوى مجلس المستشارين، التشكيلة ديالو تعززت بانضمام 4 مستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبذلك أصبح عدد أعضائه 16 مستشارا نعول إن شاء الله من خلاله أن نطور كما قلت الأداء ديال الغرفة الثانية ونعزوا الأداء ديال الفريق ديالنا في الغرفة الأولى. نعم. أهم تحديات ربما مرتبطة بتدبير هذا الفريق، ربما أول مرة فريق من هذا الحجم بحزب العدالة والتنمية، أكيد عندكم بعض الإكراهات. إذا كانت هنالك مجموعة من التحديات والإكراهات، يمكن نقول بأن أبرزها وأساسها هو مواجهة مجموعة من العقليات التي كانت سائدة داخل هذه الغرفة، لا على مستوى الإدارة ولا على مستوى ديال الطريقة ديال التدبير التي كانت سائدة في المرحلة السابقة، لا فيما يتعلق بالمكتب ديال المجلس ولا فيما يتعلق بندوة الرؤساء اللي كانت كتسير الأمور بطريقة مرتبكة، بطريقة غير عقلانية، بطريقة ما فيهاش واحد المنطق سليم. نحن الآن إن شاء الله من خلال الأداء ديال الفريق ديالنا وبالتعاون مع بعض الفرقاء الآخرين داخل المجلس نحاول أن نرجع الأمور إلى نصابها لكي نشتغل وفق قواعد واضحة وشفافة يجد فيها كل فريق مكانه الطبيعي بالتناسب مع حجمه وقوته الحقيقية إن شاء الله. أستاذ نبيل الشيخ شكرا لكم على كل التوضيحات. نعم شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم. شكرا لكم. إذن اللحظة مشاهدين الكرام تلتحق بنا بوتينا قروري رئيسة لجنة
السياسات العمومية بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. أستاذة في انتظار يعني تلتحق بنا أستاذة بوتينة قاروري لنناقش وإياها أهم المستجدات المرتبطة بلجنة السياسات العمومية. لحظة تلتحق بنا الأستاذة بوتينة القاروري، مرحبا بك أستاذة بوتينة. مرحبا. إذن أنتم رئيسة لجنة السياسات العمومية، ما هي أهم المستجدات المرتبطة بهذه اللجنة؟ هو احنا ناقشنا في الأسبوع قبل الفارط، كان عقدت اللجنة في إطار اللقاء العادي للجنة، عقدنا لقاء لتقييم عمل الوزراء، وهو لقاء دوري نقوم به كل سنة، يكون لنا لقاء موعد مع الوزراء لتقييم عمل الوزراء، لأن اللجنة كما في علمكم لجنة السياسات العمومية من اختصاصها تقييم عمل الوزراء وعمل الأطر داخل الحزب وكذلك البرنامج الانتخابي. في هذه الدورة وقفنا على عمل الوزراء، وحضر معنا الأستاذ مصطفى الخلفي بصفته ممثل للأمانة العامة، وكذلك الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وكانت فرصة لتقييم عمل الوزراء. تمنا من خلالها الإخوة وأخوات أعضاء لجنة السياسات العمومية العمل والمجهودات الجبارة التي يقوم بها إخواننا في الحكومة، ممثلي العدالة والتنمية في الحكومة، فريق الحكومي، من خلال الأوراش الحكومية المفتوحة التي تمناها عاليا. وطبعا لأن مجلس الوطني هو مؤسسة رقابية تقوم بالرقابة، كانت بعض الملاحظات التي ارتكزت أساسا على مسألة التواصل. هناك أوراش مفتوحة كبيرة، ولكن إشكال التسويق والتواصل حول تلك الأوراش وتلك المجازات الحكومية التي يقوم بها الإخوان فريق الحكومي. أستاذة بوتينة شكرا لكم على كل التوفيق. مرحبا. مشاهدينا الكرام، يلتحق بنا اللحظة الأستاذ رئيس أو عمدة عفوا مدينة الرباط لنناقش وإياه أهم المستجدات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي. إذن يلتحق بنا الأستاذ صديقي. مرحبا بالسي صديقي. مرحبا. مثلا إذن أستاذ، هناك بعض نقاش يعني في الشأن العام مرتبط ببعض التحديات والمشاكل ربما المرتبطة بتدبير الشأن العام واللي تارت في الإعلام، شنو ممكن نقوله للمشاهدين الكرام من توضيحات في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر الإخوان في المواقع على هذه المبادرة اليوم في المجلس الوطني اللي احنا كنحضروا فيه في معمورة. بالنسبة لما يثار يعني في الإعلام حول مثلا، نبداو بالنقطة ديال السيارات، إن هذا وبع في فنجان. نعم. وأنا أتأسف أن الناس كتقرأ ويل المصلين وما كتكملش. حنا خدينا واحد القرار شجاع ملي كنا كنبنيو الميزانية ديال الرباط، لقينا واحد المصاريف ديال 14 مليون درهم اللي كتمشي في الكاربيرون وفي البياس أوتو، خدينا قرار شجاع ورجعناه 5,800,000 درهم. نعم. يعني واحد 900 مليون ديال السنتيم ربحناها. ولكن هذا القرار يمشي معاه امور يعني موازيه. شنو هي الامور الموازيه؟ وهو تجديد الحظيره ديال السيارات ديال الجماعه. هذا المتوسط ديال العمر ديال السيارات ديال الجماعه فيها 16 سنه، وهي اللي كتستهلك هذه المساله هذه. نعم. تستهلك هذه الميزانيه الكبيره. نعم. فاذا به 69 سياره زائد 7 في طور، يعني انه غادي تمشي لا ريفورم. 69 مشات بعد لا ريفورم. نعم. وخصنا نجدوها. هاد 2,500 دابا اللي دار ليها التحويل ما كتغطيش حتى 25 سيارة من السيارات العادية ديال 10 مليون، داسيا ولا البيرلانغو، باش المصالح تلقى تخدم وتخدم المصالح ديال ساكنة مدينة الرباط. ما كتوصلش 25. كيفاش بغيتونا نغطيو 69 سيارة اللي ديناها لا ريفورم؟ هاد الناس راه غير كتكلم وكفى. واضحة الصورة بالنسبة للسيارات، وما كاين سيارات فارهة. السيارة ديال الرئيس واخا خاسرة ومصالحها لوالو، لن تجدد في هاد الميزانية ديال 2016. لن تجدد. كنشريو سيارات للخدمة وللخدمة فقط. نعم. شكرا لك سيدي على كل التوضيحات. وبالنسبة من عندك إضافات أخرى في نعم، بالنسبة لما يثار حول الميزانية. نعم. الميزانية ديال الجامعة مؤشر عليها، فيها واحد الملاحظة ديال ديزيكيليبر في حساب النفقات ديال المقاطعات. هذا الأمر هذا راه حنا كندبروه على مستوى المقاطعات، وما عندنا لا إشكال لا مع السلطة لا مع حتى شي واحد. الأمور دايزة، والميزانية ديال الجامعة الحمد لله دايزة في أحسن الظروف بالوسائل القليلة جدا التي نتوفر عليها، ولكن مستطيعين إن شاء الله باش نقدموا واحد الخدمة كبيرة لساكنة مدينة الرباط. نعم. شكرا لك سيدي على كل التوضيحات. إذن مشاهدينا تقوم مع الكواليس ديال حضور أعضاء المجلس الوطني.
إذا مشاهدينا الكرام نواصل معكم واللحظة يلتحق بنا الأستاذ بن عبد الصادق رئيس لجنة الأنظمة والمساطر. أستاذ بن عبد الصادق مرحبا بك. أستاذ بن عبد الصادق يلتحق بنا في المنصة لنناقش وإياه أهم المستجدات المرتبطة بلجنة الأنظمة والمساطر. سيدي عبد الصادق مرحبا بك. مرحبا أخي. إذا أنتم رئيس للجنة الأنظمة والمساطر، اشتغلتم يعني في يعني لتهيئ مجموعة من البرامج حول أو تقييم لهذه اللجنة الأنظمة والمساطر، ما هي أهم المستجدات المرتبطة بهذا المجال؟ لجنة الأنظمة والمساطر تعنى بكل ما له علاقة بالنظام الداخلي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني و المسطرة الانضباطية والمساطر التي تحيلها عليها الأمانة العامة قصد الدراسة ومصادقة عليها من طرف اللجنة ثم من طرف المجلس الوطني. المجلس الوطني السالف اللي كان في يناير 2015 كان عرف واحد المجموعة من التعديلات على النظام الداخلي وعلى اللائحة الداخلية ديال المجلس الوطني، وكذلك وضع مسطرة انضباطية جديدة تتلائم مع المقتضيات الجديدة الواردة في النظام الأساسي، خصوصا فيما يخص فصل الانضباط عن المتابعة وما إلى ذلك. وهذا المجهود كنبغيو يكون كل سنتين باش كنخليو النصوص ديالنا الوقت باش تستقر وتاخذ المسار ديالها في التنفيذ على ارض الواقع. ما مستجد هذه السنه هو ان الانتخابات الاخيره ديال سبتمبر 2015 خلفت واحد المجموعه ديال حالات التنافي اللي كتنظمها الفصول 57 و60 و64 من النظام الداخلي، واللي كتقول ان تتنافى رئاسة ما اسمه جماعة ترابية مع ان يكون رئيسا او 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 نائبا لرئيس على المستوى المجالي. فهذا الامر كيهم واحد 40 ديال الاخوان الحمد لله بعد النتائج فهمتيني المهمه التي حصل عليها الحزب على مستوى الانتخابات الجماعيه، ويضع اشكاليه ديال عقد مؤتمرات استثنائيه مع ما يتطلب ذلك من مجهودات وكذلك من اسباب للنزاع وللطعون وما الى ذلك. وارتأت الأمانة العامة كما ارتاء كذلك أعضاء اللجنة أن هذه السنة 2016 سنة حاسمة، فيها مؤتمر وطني ثم فيها انتخابات تشريعية، خصنا نركزوا على هذا الهدفين اثنين دون أن يتم تشتيت القوى وتشتيت الانشغالات بالنسبة لأمور يمكن نعالجوها مرحليا. وتم الاتفاق بالإجماع داخل اللجنة على أن يتم تعليق العمل بحالة التنافي. لا نتنازل على حالة التنافي لأنها مكسب ديمقراطي يمكن من جديد النخب، يمكن من واحد العدد ديال الأمور إيجابية جدا بالنسبة للحزب، ولكن نرى أن في هذه المرحلة هذه لا نفعل فهمتيني حالة التنافي مع ما يترتب عليها من انتخابات سابقة لأوانها وما إلى ذلك ومجالس والعقد مؤتمرات استثنائية. وهذا أظن أن هذا هو المستجد بالنسبة ل هذه أهم المستجدات المرتبطة بلجنة الأنظمة والمساطر. سي بن عبد الصادق شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. العفو جزاكم الله والله يعاونكم. إذا مشاهدينا الكرام نبقى اللحظة مع في حوار مع عمدة مدينة الدار البيضاء الأستاذ عبد العزيز العمري لنناقش وإياه أهم المستجدات المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي. أستاذ عبد العزيز العمري يلتحق بنا في المنصة. سي عبد العزيز مرحبا بك. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ بخير. إذا سي عبد العزيز العمري، هناك يعني نقاش في الإعلام حول بعض المشاكل أو بعض التحديات التي يعيشها تدبير الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء، كيف تردون على مثل هذا الكلام؟
أنا هنا لحضور المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. نعم، هذه نافدة إعلامية تواصلية من خلالها رسائنا أن نناقش مجموعة من الملفات مع مجموعة من الوزراء، مع مجموعة من عمداء المدن، مع مجموعة من الهيئات لنطلع الرأي العام أهم المستجدات المرتبطة بهذا المجالات. إذا أنتم كعمدة مدينة الدار البيضاء ماذا يمكن أن تقولوا لنا عن مستجدات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي مدينة الدار البيضاء؟ مدينة الدار البيضاء بعد الانتخابات الحمد لله أهل الساكنة ديال الدار البيضاء درت الاختيارات ديالها بشكل ديمقراطي، وحنا فخورين بهذه الثقة ونعمل جادين باش إن شاء الله نكونوا في المستوى ديال التطلعات ديال الساكنة. إلا كان من ورش أساسي نستغلوا عليه هو في الحقيقة الإعداد ديال برنامج العمل في السنة الأولى اللي غيكون بالطريقة التشاركية، استحضار المكان ديال مدينة الدار البيضاء على المستوى الاقتصادي، وكذلك الاستجابة بالأساس لحاجيات المواطن. هذا يخصنا واحد هذه المرحلة الإعداد باش نوجدوه. طبيعة الحال الأمور اللي هي كيحتاجها المواطن مرتبطة بالنقل العمومي من مستوى النظافة إلى آخره. في هذه اللحظة يعني التحق بنا السي الأمين العام عبد الإله بن كيران، سننقل الأجواء الكواليس ديال الالتحاق ومن بعد سنواصل النقاش مع السي عبد العزيز العمري. إذن مشاهدينا الكرام نواصل معكم التواصل عبر هذه النافذة الإعلامية التواصلية لنستضيف ونناقش مع مجموعة من الفعاليات الحزبية والقيادة الحزبية لحزب العدالة والتنمية على هامش أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. كنا نناقش مع الأستاذ سعد الدين العثماني حول المستجدات المرتبطة بالشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء. يلتحق معنا مجدنا الأستاذ عبد العزيز العمري. فعبد العزيز العمري مرحبا بك مجددا. أهلا وسهلا، مرحبا. إذا كنا نناقش يعني مستجدات المرتبطة بالشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء. بالنسبة إذا لمدينة الدار البيضاء هي مدينة اللي احنا واعيين بأنها خصها تنافس على المستوى كمدينة اقتصادية، مدينة ديال الصناعة، مدينة اللي فيها الخدمات السياحية إلى آخره، أن تنافس مختلف العواصم الميتروبولية الموجودة في محيطها الإقليمي والقاري وكذلك على المستوى الدولي، لأن عندنا بنية تحتية، المطار، الميناء، الحمد لله القوة القدرات الاستيعابية على المستوى النسيج الاقتصادي والمساهمة في الإنتاج الداخلي الخام. إذا هذا وعي حاضر، خص بالمقابل تكون بنية تحتية، تكون طرقات، تكون إنارة عمومية اللي كتناسب هذا الطموح ديالنا للمدينة ديال الدار البيضاء. الدار البيضاء كذلك في المقابل فيها أحياء ناقصة ديال التجهيز، أحياء اللي فيها مستوى ديال الهشاشة، تحتاج إلى الالتفاتة في واحد النوع من العدالة ديال التوزيع ديال الاهتمامات ديالنا ما بين ما هو مهم على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى بلادنا بشكل عام على المستوى الاقتصادي والاستثماري، ولكن كذلك الخدمات القرب الاجتماعية. حنا كنحرصوا باش نجسدوا المعنى الحقيقي ديال وحدة المدينة في إطار التكامل مع السادة رؤساء المقاطعات. عقدنا لحد الآن 3 ديال المرات ندوات الرؤساء باش في إطار القانون الجديد واللي أعطى إمكانات كبيرة على المستوى المالي للمقاطعات أنها تكون كل ما يرتبط بالتدبير المحلي وبخدمات القرب والتنشيط المحلي يتفعل في هذه المرحلة المقبلة في واحد نوع من التكامل
وبالمقابل الامور اللي هي اساسيه على مستوى البنيه التحتيه والمشاريع الكبرى كنعملوها في اطار نوع من الانسجام اللي كاين مع مختلف المتدخلين. فاذا هذا هو الاطار العام، والا فالبرنامج غادي يفصل هذا العمل. بطبيعه الحال حريصين باش يكون التواصل المنتظم، عطينا واحد الديناميكيه على مستوى التواصل الرقمي، طلقنا بوابه ديال المدينه وبوابه موقع الكتروني مهم، مع كامل الاسف تعرض لحالات من الاستهداف من طرف اليات الكترونيه باش تشوش عليه، لكن هادشي كله غنتجاوزوه لان الاهم شيء ونفعلوا الاله التواصليه. عملنا عدد من المقاطعات انه غادي تعمم الموضوع ديال المداومه تقديم خدمات للمواطنين حتى الايام ديال السبت باش يمكن تيسر اللي ما كيمكنش يدير ليغاليزاسيون ولا شي وثيقه ديالو يوم ايام الاسبوع تيمكن يستافد من هذه المداومه. عملنا واحد المركز للاستقبال ديال الشكايات اللي هو مهم جدا بجميع الاليات، سواء كانت بشكل ورقي او لا بشكل الكتروني، ودرنا خدمه خاصه اللي هي مرتبطه ب يعني على المستوى البوابه خاصه في هذا الموضوع ديال reclamation.casablanca.city.ma اللي كيمكن الانسان كيوضع هذا الشيء. ماشي بوحده كافي لان خلفه تيخصنا نكونوا في مستوى ديال السرعه في التفاعل مع المطالب، وكذلك على مستوى التحيين ديال المعلومه. فاذا هناك ديناميكيه جديده، هناك تعبئه وحساس بهذه المسؤوليه بالنسبه للمنتخبين، واللي يمكن نقول بانه الحمد لله مختلف الاوراش اللي تباشرت لحد الان، سواء على مستوى القطاعات اللي كانت فيها يعني تحتاج الى نوع من اعاده الاعتبار، او سواء في بعدها الثقافي الرياضي الاجتماعي، او على مستوى الاوراش ديال البنيه التحتيه وغيرها. الحمد لله كاين برنامج الان نشتغل على اعداد برنامج اولويات اللي يمكن يأثر الاشتغال ديالنا. استاذ عبد العزيز العمري عمدة مدينة الدار البيضاء، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. لان مشاهدينا نبقى مع هذه الكواليس ونواصل تواصلنا مع مجموعة من القيادات الحزبية لحزب العدالة والتنمية. اذا مشاهدينا الكرام نواصل معكم هذه النافذة التواصلية وتلتحق معنا اللحظة الوزيرة بسيمة الحقاوي لنناقش وإياها أهم المستجدات المرتبطة بقطاع الوزاري. أستاذة بسيمة الحقاوي مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. إذا أردنا أن نعطي فكرة مختصرة حول أهم المستجدات الجديدة المرتبطة بالوزارة المكلفون بتدبيرها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أولا أشكر لكم هذه الفرصة، هذه مناسبة على هامش المجلس الوطني اليوم، يمكن أن نقف عند حصيلة وزارة التضامن الأسرة والتنمية الاجتماعية، على اعتبار أن في المستوى التشريعي الحمد لله هناك مشروع قانون المتعلق بهيئة المناصفة الذي صادق عليه المجلس الحكومي يناقش الآن بمجلس النواب، وكذلك مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري الأسرة والطفولة يناقش تزامنيا في لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، وهناك كذلك مشروع قانون متعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بهم الذي يعني في مرحلته الأخيرة بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين، الآن احنا في المحطة ديال تقديم التعديلات. ناهيك على واحد المجموعة ديال الأعمال اللي هي أونكور، كنتكلموا على اللي وصل للبرلمان. في مستوى ثاني هناك مجموعة من البرامج اللي هي يا جات في إطار بلورة سياسة عمومية خاصة بالطفولة، والتي تمت المصادقة عليها في لجنة وزارية يرأسها السيد رئيس الحكومة، وكذلك الشأن بالنسبة للسياسة العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة. أريد وأنا أتحدث عن هذه الفئة أن أذكر أننا في هذه السنة فعلنا صندوق التماسك الاجتماعي الذي رصدت له اعتمادات أولية تقدر ب50 مليون ديال الدرهم، وأن الإعلان
على تقديم مشاريع للأشخاص في وضعية إعاقة التي سنمولها وسنواكب هذه الفئات لكي تنجح في تحقيق هذه المشاريع، انطلاقا من اتفاقية ثلاثية بيننا وبين وزارة المالية والتعاون الوطني ووزارة تضامن الأسرة والتنمية الاجتماعية، وواحد الاتفاقية واحدة أخرى اللي درنا مع وزارة التشغيل ولانابك باش تكون المواكبة ديال حاملي المشاريع. والحمد لله المسلسل منطلق، وكنتمناو أننا بالنسبة خصوصا الفئة ديال الأشخاص في وضعية إعاقة اللي ما عندهم الشهادات يلقاو منفذ لهذا التمويل باش يحقوا الاستقلالية الذاتية من ناحية المالية والاقتصادية. نبغي نذكر كذلك أننا على مستوى البرامج المتعلقة بالمرأة السنة الماضية كنا فعلنا المرصد الوطني للعنف ضد النساء، وهذه السنة أحدثنا المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام. وطبعا الخطة الحكومية للمساواة إكرام راهي مستمرة من حيث الإنجازات، نجزنا تقريبا واحد ثلثين في تقييم نصف مرحلي لتنزيل هذه الخطة، بان بأن الحمد لله جميع القطاعات الحكومية راهي يا مؤهلة باش تكمل معنا هذا المشروع الكبير. نبغي نذكر كذلك على مستوى الشراكة مع المجتمع المدني، خصصنا فيما يتعلق بالموضوع ديال المرأة فقط 22 مليون ديال الدرهم للجمعيات التي تقدمت بمشاريع في هذا الباب، وخصصنا واحد 135 مليون ديال الدرهم كقطب اجتماعي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. فالمنجزات كثيرة جدا، أنا أعطيتكم تقريبا في كل مجال من مجالات الاشتغال واحد الانجاز ولا جوج ديال الانجازات. استاذه بسيمه الحقابي شكرا لك على هذه التوضيحات. شكرا لك، بارك الله فيك. اذا مشاهدينا الكرام نواصل معكم لكن نبقى مع بعض الكواليس ثم نستضيف شخصيه اخرى من شخصيات حزب عداله والتنميه. إذا مشاهدينا الكرام نواصل معكم هذه النافذة التواصل الإعلامية مع مجموعة من القيادات وشخصيات في حزب العدالة والتنمية على هامش اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني هنا بالمركب الدولي بالمعمورة. واللحظة نستضيف الأستاذ عبد القادر عمارة لنناقش وإياه أهم المستجدات المرتبطة بالوزارة التي يسيرها. مرحبا السي عبد القادر عمارة. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك. إذا أردنا أن نختصر يعني بشكل مختصر أهم الإنجازات أو أهم المستجدات المرتبطة بالوزارة، خاصة المشروع الأخير المرتبط بالطاقات المتجددة، ماذا يمكن أن نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه السنة عرفت واحد الحدث متميز اللي كان الإعلان ديال جلالة الملك في القمة الأطراف باريس على رفع النسبة ديال الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية الوطنية من 42% اللي كان هدف محدد 2020 إلى 52% 2030. اولا الاختيار ديال الزمان وديال المكان عنده دلاله كبيره، لانه جا في قمه الاطراف ديال التغيرات المناخيه، والمملكه المغربيه اعطت نموذج الان لما يمكن ان يكون عليه مكافحه التغيرات المناخيه من خلال اعمال مشاريع حقيقيه في الطاقات النظيفه على الارض. الطاقات المتجدده صحيح الكل يتحدث عنها، هي الطاقات ديال المستقبل، لكن قليل من الدول التي صارت فيها. الآن احنا الحمد لله بعهد الهدف الجديد ديال 2030 ستكون إن شاء الله الطاقات المتجددة في هذا الأفق متميزة ومتفوقة على الطاقات الأحفورية، وهذه رسالة كبيرة للمنتظم الدولي على أنه يمكن أن تكون الطاقات المتجددة من الآليات الأساسية الرئيسية لمكافحة التغيرات المناخية للآثار السلبية ديالها على الكرة الأرضية بشكل عام وعلى الانتظام ديال التساقطات إلى غير ذلك، واضح وبين وجلي. الآن بطبيعة الحال في هذا الأفق الجديد سنشتغل أساسا على الطاقة الريحية والطاقة الشمسية وبنسبة أقل الطاقة الكهرومائية، على أن نفتح الباب بطبيعة الحال لطاقات متجددة أخرى. لكن التجربه اللي عندنا الان وهذه الدربه اللي كاينه الان عند المملكه المغربيه في انجاز هذه المشاريع خاصه في المجال الريحي والشمسي تؤهلنا ان شاء الله لنصل الى هذا الافق في هذه السنوات،
ومن خلال ذلك بطبيعة الحال غادي تكون هناك مزيد من الإصلاحات التشريعية التي شرعنا فيها، مزيد من الإصلاحات التنظيمية، مزيد من الإصلاحات المؤسساتية، وكذلك السير على نفس الطريقة فيما يتعلق بالتمويل، لأن التمويل يطرح إشكال، لكن الحمد لله الطريقة باش تندبروه في بلادنا أعتقد إن شاء الله لن يكون هناك مشكل على هذا المستوى. أستاذ عبد القادر عمارة، شكرا لك على كل التوضيحات. مرحبا.